ترك السلطان الحسن الأول 27 طفلا وطفلة عام 1894، أكبرهم المولى محمد والمولى عثمان، وأصغرهم المولى عبد العزيز 9 سنوات. ترك المغرب يتخبط في مشاكل داخلية وخارجية وصراع على السلطة بين أفراد العائلة، وظل المولى محمد والمولى عثمان رغم أحقيتهم بدون دعم وبدون مؤازرة من العائلة في مواجهة الصدر الأعظم بوحمد وزوجة السلطان القوية للرقية. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب من حياة المولى عثمان، من يكون وكيف عاش حياة حافلة بالأحداث دون أن تسلط عليه الكثير من الأضواء، ولماذا رفض الدعاء للسلطان بن عرفة. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. استقبل السلطان الحسن الأول في السنة التي جلس فيها على العرش سنة 1873 مولودا جديدا انضم إلى لائحة الأمراء. يتعلق الأمر بعثمان، وهو واحد من أبناء المولى الحسن الأول والذي لم يسلط عليه الضوء كثيرا خلال فترة ما قبل معاهدة الحماية، حيث كان إخوته الذين يكبرونه سنا مثل محمد والزين ويوسف وعبد الحفيظ، بالإضافة إلى أصغر إخوته عبد العزيز، كلهم كانوا تحت ضوء الأحداث بحكم أن أسماءهم تم تداولها كثيرا كمرشحين للسلطة ولخلافة والدهم بعد وفاة المولى الحسن الأول ومرور المغرب بأزمة سياسية كبيرة. لم يكن ابتعاد عثمان عن الأضواء ابتعادا عن السياسة، بل كان واحدا من أكثر أبناء المولى الحسن الأول فهما لطريقة عمل دواليب المخزن. كان مقربا من علماء فاس وصديقا لرجال الدولة الكبار، لكن بحكم أنه كان يتخذ مكانا مريحا في ترتيب أبناء المولى الحسن الأول، فقد كان في مأمن من عدد من الأحداث التي عاش على مرارتها كل من السلطان عبد العزيز والسلطان عبد الحفيظ والمولى محمد والزين. لكن أكبر المحن التي عاشها مولى عثمان تتعلق بنفي الملك الراحل محمد الخامس، والذي كانت تربطه به علاقة وطيدة جدا، إذ كان أحب أعمام السلطان إلى قلبه وآخر من عاش منهم إلى حدود نفي الملك الراحل إلى مدغشقر، إذ كان وقتها عثمان آخر أبناء المولى الحسن الأول الذي بقي على قيد الحياة لكي يشهد على تلك الواقعة، وعمره قد بلغ 80 وسجل موقفا شجاعا للغاية، إذ يشير الأرشيف الفرنسي في المغرب إلى أن عثمان الذي كان يشتغل منصب خليفة السلطان مولاي محمد بن يوسف في مدينة فاس امتنع يوم 12 دجنبر 1953 عن الخروج إلى الصلاة الجمعة، حيث كان مقررا أن يخرج إليها بصفته خليفة السلطان وأن يترأس الصلاة ويدعو لابن عرفة، لكنه رفض رفضا قاطعا أن يمارس هذا الدور، فكانت النتيجة صدور قرار من الإدارة الفرنسية في الرباط يقضي بعقاب المولى عثمان ونقله بالقوة إلى مدينة مكناس وإيداعه مسكلا للعائلة الملكية، وتفرض عليه الحراسة ليصبح تحت الإقامة الجبرية ممنوعا من مغادرة منزله، وفي نفس الوقت ممنوعا من استقبال أي زيارات. ومما زاد من حدة العقوبة أن خليفته والذي كان مساعدا له يكلفه بقضاء شؤونه الإدارية، عوقب هو الآخر بالنفي إلى مدينة الجديدة حيث أودع هو الآخر منزلا منعزلا وفرضت عليه المراقبة. كما أنه عاش عددا من الأحداث والانقلابات في صفوف رجال المخزن الكبار، وكان يعرف جيدا كيف يتصرف في تلك المواقف، لذلك سجل التاريخ موقفه عندما نفي السلطان محمد بن يوسف إلى مدغشقر عام 1953، وظل يعتبره السلطان الشرعي إلى آخر أيام حياته. ورغم أنه لا توجد معلومة مؤكدة بشأن تاريخه الحقيقي لوفاته، إلا أن المرجح أنه توفي بعد عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى
حيث كان المولى عثمان وقتها قد تجاوز 80 من العمر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.